رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الملوخية. أنا طلعت طبعا الفراخ من الفرن استوت أهي بالشكل ده، وهتشوفوا دلوقتي إحنا هنفتحها إزاي. أدي الملوخية الجميلة أهي، مش عايزة أقول لكم ريحتها بجد حلوة جدا. وهنيجي هنا نبتدي نقطع أو نقص الخيط اللي احنا حطيناه بالشكل ده كده اهو. ده شكل الفراخ بعد لما بتطلع من قلب الفرن، وشايفين الربط بتاع الفرخه خلاها متظبطه ازاي. هاجي هنا وابتدي اغرف الرز بتاعنا الجميل ده، هنعمله فرشه من تحت للفراخ بالشكل ده اهو. اهو ادي الرز، حطينا الفرشه الجميله دي كده من تحت. هاجي هنا واجي بقى ايه افك الخيط ده كويس علشان اطلع الفراخ على الطبق هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، افك بس الخيط ده كويس كده. وتعالوا نسلك الفرخيه الثانيه. انت مجرد ما بتقطعي يعني الحبل خلاص الدنيا بتتسهل خالص. الفراخ سخنه مولعه، بس انا ايه بحاول ان انا امسكها كويس علشان خاطر ما تقعش. نشيل الخيوط الزيادة دي اهو، بعد كده هنشيل اي زيادات على الطبق اهو. اظن الفراخ النهاردة شكلها بجد يفتح النفس، حاجة كده ايه جميلة اهو. كده اهو بالشكل ده، وهاخد الفراخ اروح انزلها على الترابيزه بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. النهارده الحلقه الحقيقه وفقره المطبخ كالعاده بتعدي معانا بسرعه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هنروح لفاصل صغير جدا، فاصل ونواصل، ابقوا معانا.